لم تستطع امرأة العزيز أن تنال يوسف بإغرائها، واستطاعت ابنة شعيب أن تنال موسى بحيائها. فالرجولة أدب وليست لقب، والأنوثة حياء وليست إغراء. كل مرة كنت أراك فيها أدعو الله أن تستمر بالضحك. أرجوك اضحك دوما، أنت تقاوم الألم بالضحك، لذا فابتسامتك تزرع في قلبي الأمل. يجب على كل فتاة أن تتقن أمور الطبخ وتدبير المنزل إلى جانب الدراسة وهواياتها المختلفة أيضا. ومن قال لك إنني لم أتعلم ذلك؟ غريب، لماذا أنت سيئة في الطبخ إذن؟ لست كذلك وسأبرهن لك. ايوه حلو حلو، ايوه